مشاهدينا أسعد الله أوقاتكم بكل خير. إليكم الأحوال الجوية المتوقعة في المملكة هذه الليلة ونهار يوم الغد، ونبدأها بالتوقعات الجوية هذه الليلة. إذ تتوقع أن يكون الطقس شديد البرودة في أغلب المناطق مع هطول بعض الزخات المطرية سواء في المنطقتين الشمالية أو الوسطى منها في المملكة. درجة الحرارة الصغرى في العاصمة عمان تصل إلى حدود 3 درجات مئوية، بينما تكون نسب الرطوبة حوالي 98% ودرجة الحرارة الملموسة حوالي 3 درجات مئوية تحت الصفر. في المناطق الجنوبية من المملكة يتوقع أن يبدأ فيها تساقط زخات من الثلوج على فترات تكون متراكمة سيما فوق المرتفعات الجبلية العالية التي يزيد ارتفاعها عن 1300 متر تقريبا عن سطح البحر، وتبدأ خاصة مع ساعات صباح يوم غد. نهار يوم غد الأحد يكون الطقس قارس البرودة في بعض المناطق وشديد البرودة في مناطق أخرى، ويكون غالبا غائم مع فرصة لهطول زخات من الأمطار في المنطقتين الشمالية أو الوسطى من المملكة، تكون على شكل زخات من الثلوج خاصة فوق المرتفعات الجبلية العالية منها، وتتركز فرصة الهطول يوم غد في المناطق الوسطى والجنوبية، إذ يتوقع أن تتساقط الثلوج على فترات فوق عموم المرتفعات الجبلية العالية الجنوبية وجبال الشراء، خاصة تلك التي يزيد ارتفاعها تقريبا عن 1200 متر عن سطح البحر، وتكون هذه الثلوج بمشيئة الله تعالى متراكمة في تلك المناطق. مع ساعات مساء يوم غد تضعف قليلا فرص الهطول في المنطقتين الشمالية والوسطى، ويحدث الانجماد والجليد في كافة مناطق المملكة، وتتدنى درجات الحرارة إلى ما دون الصفر المئوي. نستعرض معكم درجات الحرارة الصغرى المتوقعة والعظمى، ونبدأها في المناطق الشمالية من المملكة. في المناطق الشمالية إذا نبدأها من مدينة إربد 6 درجات مئوية تقريبا ناقص 1، في جرش من 5 إلى ناقص 1، في عجلون من 4 إلى ناقص 1، وفي المفرق من تقريبا حوالي 5 إلى ناقص 1، مع أجواء غائمة جزئيا وفرصة لهطول بعض الأمطار التي قد تكون على شكل زخات ثلجية فوق المرتفعات الجبلية. المناطق الوسطى من المملكة نبدأها في العاصمة عمان غدا 4 درجات تهبط إلى درجة مئوية 1.0 أو أقل، في مادبة 7 درجات إلى ناقص 1، في البحر الميت من 14 إلى 6، في البلقاء من 6 إلى 0، ومن الزرقاء من 6 إلى ناقص 1، مع فرصة لأن تكون هناك هطولات مختلفة في هذه المناطق. المرتفعات الجبلية العالية الجنوبية توقع أن تهطل فيها الثلوج بمشيئة الله تعالى، في مناطق الكرك من 5 إلى 3 درجات مئوية تحت الصفر، في الطفيلة من 6 إلى 0، في الشوبك هناك يتوقع تساقط للثلوج بمشيئة الله تعالى على فترات. طبعا هناك درجة حرارة العظمى درجتين وليست 5، هذا خطأ تقني، في حين الصغرى ليلا تصل إلى 4 درجات مئوية تحت الصفر، في معان 7 درجات مئوية العظمى مع الصغرى درجة مئوية 1 تحت الصفر، وفرصة لأن تحدث بعض التساقطات الثلجية أيضا حتى في مدينة معان على شكل أمطار ثلجية في عموم مناطق جنوب المملكة، في حين خليج العقبة يكون طقس فيها غائم جزئي، درجة حرارة 17 درجة مئوية تهبط ليلا إلى حوالي تقريبا ما بين 6 إلى 8 درجات مئوية. المناطق الشرقية من المملكة يتوقع أن يكون الطقس فيها قارس البرودة في ساعات الليل وشديد البرودة في ساعات النهار، تصل إلى 9 درجات في الرويش لكنها تنخفض إلى 4 درجات مئوية تحت الصفر في ساعات الليل، كذلك الأمر هو في الصفاوي وفي الأزرق وسط موجة من الجليد والانجماد. ندعوكم للانتباه في ساعات مساء يوم غد من المسير على الطرقات أو مشي على الأقدام نتيجة هذه الموجة من الجليد والانجماد، كما ندعوكم إلى الحذر أيضا وحماية مزروعاتكم أو المواشي أو حتى المواسير الخارجية أو حتى مركباتكم من خلال وضع مانع للتجمد، وندعوكم إلى الاستخدام الآمن لوسائل التدفئة في ظل هذه الظروف الجوية. تابعونا في نشرات مختلفة أخرى للمزيد من التفاصيل. إلى اللقاء.